تنظم وزارة التضامن الاجتماعي غدا الخميس مؤتمر من الحماية إلى الإنتاج احتفالا بمرور 3 أعوام على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة تحت رعاية رئاسة الوزراء، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 2,230,000 أسرة في جميع المحافظات. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن تكافل وكرامة يعد من أهم البرامج التي طبقتها الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك لتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر والفئات المستفيدة ولمساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر والانتقال من الحماية إلى الإنتاج. وأوضحت والي أنه تم تدشين البرنامج في 2015، وهو أول برنامج دعم نقدي مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرا والتي تعول أطفالا حتى سن 18 عاما، وأيضا تعول الفئات الأكثر فقرا من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. سؤالنا الأساسي في هذه الفقرة، هل تكفي هذه الأموال بالفعل لتحسين حياة الناس؟ هل الأموال الكاش يعني بمعنى آخر هو كاف؟ سؤالي هذا أوجهه إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي. مساء الخير دكتور رضا، وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية، هل بالفعل أدى هذا البرنامج ما هو المطلوب منه؟ مساء الخير أستاذ ليان، ومساء الخير لمستمعيك مشاهديك الكرام. طبعا خلينا نفتكر أن مشروع تكافل وكرامة ده اتنفذ بمناسبة تعويم الجنيه المصري والتغيرات التي حدثت في الاقتصاد المصري من رفع أسعار الدولار أو تحرير سعر الدولار، وبالتالي رفع أسعار السلع والخدمات في كافة الاتجاهات. الوضع دلوقتي وصلنا تقريبا إلى ما يقال إن احنا بنصرف حوالي 1,000,000,000 جنيه شهريا ل2,230,000 أسرة اللي سيادتك تفضلت بيهم. لما نيجي نقسم هذا المبلغ 1,000,000,000 جنيه على 2,000,000 أسرة وربع مع عدد أعضاء هذه الأسر، هنكتشف أن نصيب الفرد أقل من $10 في الشهر. نعم. ماشي. طيب هل $10 في الشهر دي هتنقل الحد من مستوى الفقر المدقع إلى مستوى الفقر فقط بالمعايير المحلية أو العالمية؟ أشك في هذا تماما. احنا عندنا بخلاف هذه النسبة الكبيرة او الرقم اللافت للنظر، عندنا الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني هو اسمه مشروع تكافل وكرامة للأسر والأفراد، بس هل التعامل مع الناس بيتم بكرامة؟ هل العملية الإدارية المتعلقة به بالحفاظ على كرامة الناس ولا في مشاكل؟ المشروع ده له صفحة على الفيسبوك. نعم. لو نشوف تعليقات الناس وشكواهم على صفحة المشروع ده على الفيسبوك وكيف يتجاهل المسؤولين المجرد الرد عليهم، هنعرف ان الموضوع اداريا في مشاكل. اما الناحية الاقتصادية، ازاي $10 في الشهر هتنقل شخص من حالة الفقر لحالة عدم الاحتياج؟ تحدثت الوزيرة بأنه نقل الناس من حالة التلقي إلى حالة الإنتاج. ماذا تقصد يعني وزارة التضامن الاجتماعي بهذا؟ هل هناك أي مشاريع تنموية صغيرة مثلا ساعدت هذه الأسر على تحصيل عيشها بنفسها دون الحاجة إلى هذه المساعدات النقدية كل آخر شهر؟ طبعا السؤال ده مع احترامي الكامل لاستاذتنا حضرتك، استاذتنا كلنا، تسلم، انما يوجه لسياده الوزيره. نعم. الوزيره بتقول ان العيل ما بيجيش برزقه، يعني هي بتكتشف حاجات، هي نقول لها فين؟ احنا عارفين المشروعات الصغيره والمتوسطه لم يحصل، لم يحدث هذا الامر يا دكتور رضا. يعني على الارض الواقع لم تستفد هذه العائلات سوى من هذا المبلغ النقدي، يعني لم يكن هناك مشاريع. انا اسال حضرتك، هل بالفعل تقوم الوزاره باي نوع من المشاريع المنتجه لهذه الاسر؟ هذه الاسر ازاي هي ساعدت هذه الاسر في التحول الانتاجي اذا كان اصلا المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر في مصر كلها بطولها وعرضها بتعاني من مشاكل ضخمه للغايه؟ ايه اللي عملته الوزاره؟ انا اسمحي لي اضم صوتي لصوت حضرتك واسال الدكتوره غاده والي، ايه اللي عملته تحديدا للنادي؟ عندنا مناخ العمل، مناخ الاستثمار للشركات الصغيره، المشروعات الصغيره والمتوسطه
شديد البؤس، شديد المعاناه. عملته ايه للمشروعات المتناهيه الصغر وخدمته كم اسره وكم واحد؟ خلينا من الشعارات الرنانه، ال10 دولار هي معقوله نقديه مشروطه زي ما تفضلت سيدتها، هي فعلا مشروطه بكذا شرط، شروط كثيره جدا. وخلينا نفتكر ان هي ابتدت بحجم معين من المستفيدين، وجاري تخفيض عدد المستفيدين لاسباب مختلفه. اللي اكتشفنا ان عنده مش عارف ايه ابن في مدرسه خاصه، اللي اكتشفنا في يوم من الايام كان عنده عربيه، اللي اكتشفنا ان عنده حصه ملكيه زراعيه اكثر من يعني ابتدينا نحط قواعد، وكاننا عندنا في الخلفيه ذهننا ان الموازنه المصريه تعاني عجز. وبالتالي مطلوب تخفيض الانفاق بما فيها هذا الكلام. نرجع نحط ده كله قصاد الغلاء اللي تم بعد تعويم الجنيه المصري، هنكتشف ان عندنا مفارقه شديده شديده للغايه يعني. نعم، طيب يعني ايضا سؤالي بعد 3 سنين على هذا المشروع استاذ رضا، يعني مليار جنيه شهريا، هل تغير هذا المبلغ؟ هل كان اقل وتزايد مع السنين؟ المليونين و230 اسره التي تتلقى هذا الدعم النقدي، ما هي المعايير التي تم اختيارهم على اساسها؟ هل يزيد عدد هذه العائلات ام ينقص، ام انه تطال فئات اجتماعيه، ام انه هذا المشروع انطلق 2015 ولسه قاعد على حاله؟ لا، المستفيدين بيقلوا بحجة تحديث البيانات، بحجة مراجعة البيانات، ومراجعة مستمرة، وعلى صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها موجود ان كل 3 شهور بياخدوا عينة يزوروها في البيت. يعني اكتشفنا بعد ما عملنا المشروع بفترة ان اللي عنده مصدر مياه نقية للشرب نسأل يستحق ولا ما يستحقش. ابتدى نخفض الاعداد، ابتدى نوقف بطاقات هي بتشتغل بالفيزا كارد بكروت مفترض انها ذكيه. التلاعب، حتى التلاعب فيها شديد، ويكفي ان نقرا ان خبر 68 موظف دفعه واحده او موظفه اتحولوا للنيابه الاداريه بسبب التلاعب في هذه البطاقات. الموضوع الفساد بيلعب فيه دور، تخفيض الانفاق العام بيلعب فيه دور. اتمنى ان احنا نحافظ على المعنى الجيد اللي من اجله عملنا الكلام ده. خلينا نفتكر يوم ما ابتدينا هذه النوعيه من المشروعات كانت الحكومه بتكلمنا في 80 مليار جنيه. يوم ما عومنا الجنيه كانت الحكومه بتكلمنا في الموازنه العامه للدوله ان انا هعمل شغل مساعدات باشكال مختلفه 80 مليار جنيه في السنه. النهارده بنتكلم في 12 في السنه بالظبط، النهارده بنتكلم في 12 مليار. واولا قيمه ال 12 مليار النهارده بعد 3 سنين تسوى كام في المية من قيمتها من 3 سنين مدى انخفاض القوة الشرائية ليها؟ ثانيا المستقبل هيبقى شكله ايه؟ هنستمر ازاي؟ العدد بيقل بالتأكيد، عدد الأسر المستفيدة بتقل. طيب مع ارتفاع الأسعار ومع حتى الفقرة اللي تفضلتوا بيها من شوية عن التأمين الصحي والرعاية الصحية و و و كل حاجة في مصر أسعارها بتزيد. طب هل هناك أي نية لمراجعة فئات معاشات تكافل وكرامة عشان تزيد ولو بزيادة نسبة التضخم؟ نعم. احنا بنتكلم في 10 دولار، اقل من 10 دولار شهريا للفرد. كيف ترى مستقبل هذا المشروع يا استاذ رضا؟ من المؤسف ان النواحي الاجتماعية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة للاسف الشديد لا تنال الرعاية الكافية والاهتمام الكافي. احنا بنتكلم على محدود الدخل والأولى بالرعاية، بس بالفعل احنا منحازين لناس تانية خالص وضد هؤلاء الناس، ضد الناس الفقراء. طيب يعني أيضا هذا المساعدات النقدية كانت كشرط ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، وهو بإيقاف المساعدات العينية وتحويلها إلى مساعدات نقدية لمستحقيها. هل برأيك هذا الشرط راعى تركيبة المجتمع المصري وانتشار الفقر والبطالة فيه بالدرجة الأولى سيدي؟ هو نحط هذه المساعدات النقدية في نفس الوقت مع تحويل النقد أو آسف الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي. نفس السياسة إن الحكومة بتتخلص من مسؤولياتها الاجتماعية وبتحصرها في مبالغ محددة.
يعني نعم بتصدر مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار للمواطن وحتى مستحق الدعم. أنا هدي لك 100 جنيه تشتري بيهم 10 كيلو رز أو سكر، تشتري 5 تشتري 100 أنت حر، بس أنا كدولة مش هتحمل أكتر من 100 من مبلغ محدد مقطوع. هي بتخلع مسؤوليتها، الدولة بتصدر المشكلة للمواطن بدل ما تقول له أنا هدي لك كمية رز أو سكر قد كده، وده كان موجود في دول الرأسمالية ضخمة كتير جدا، بدي بضمن لك كمية محددة من السعرات الحرارية في شكل مسلسل غذائية محددة كميتها. لا أنا هخلع إيدي، مش هتكلم في موضوع الكمية، إنما هسيبك أنت تشتري. وفي نفس الوقت الناحية التانية الحكومة سايبة الأسعار لدولة شعبندر التجار، وقوانين في مصر تمنع تدخل الدولة في تحديد الأسعار أو هوامش البيع. فخد الأقل من 10 دولار كل شهر دول، وأنا بعمل فيك جميلة أسميها كرامة وتكافل، ومبالكش حاجة عندي بعد كده. نعم، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هذه الليلة الأستاذ رضا عيسى الباحث.